في هذه الدورة طبعا رفعت أمس بحفل افتتاح عالمي، وسترفع بإذن الله في الكثير من الرياضات خلال دورة لعب البحر الأبيض المتوسط. رائع التسديد، الهدف الأول في وقت الحديث عن رفع الراية الوطنية، في وقت الحديث عن الإنجازات، في وقت الحديث عن من كتبوا أسماءهم بأحرف من ذهب في تاريخ الكرة الجزائرية وألعاب البحر الأبيض المتوسط، يأتي هذا الهدف الجميل ويقول مهدي بوش بأنني سأكتب أنا أيضا اسمي في تاريخ ألعاب البحر الأبيض المتوسط، سأكتب اسمي وسيتذكرون بأنه أول هدف سجل في ملعب الراحل عبد الكريم كروم في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، سجل بقدمي وسجل بهذه الروعة وسجل بهذه الكيفية الرائعة وبهذه المتعة. للمزيد تابعوا جورناليست الصحفي الذي ينطق حرف الراء غاء. إذا أعجبك الفيديو ما تنسى جام ابوني وبرتجي مع أصحابك وخلينا رأيك في التعليقات.